هذا الجزء. أما تجي للقانون بتفصيلاته وأشياء كثيرة ما إلها علاقة لا بالأمن الغذائي ولا بغير أمن. يعني حتى إحنا يفترض أنه عندنا أشياء مستعجلة مثلا 150 مليار دينار لنبش القبور أو المقابر الجماعية وشراء قطعة أرض لهيئة زين يعني هسه إحنا هذه لما نتكلم يعني الميت ما يقدر ينتظر لما تشكل حكومة. هسه العدل ما يقدر ينتظر ماشي، الأحياء ما يقدرون ينتظرون لما تشكل حكومة أو ما يقدرون يبقون يعيشون على الإجراءات الموجودة حاليا. الميت ينتظر، خلوا شوي الميت ماكو مشكلة. طيب. يعني مع احترامنا شهدائنا دول يعني المقابر الجماعية ونقدر هذا الشيء، بس ما يحتاج أن نكسر القوانين حتى نوفر سيولة لهذا العمل. وأنا متأكد يعني حتى لو نباشر بهذا العمل ربما يستغرق سنوات، لأن المقابر الجماعية ما ثابت عندنا وين المقابر الجماعية، راح يصير بحث تستغرق وقت. فمو من المسائل الطارئة بعد المناقلات اللي صارت داخل يعني مكتب السيد الحلبوسي ايضا، هذه يعني كثيره وبعضها يعني استحدث موارد صرف وتخصيصات غير مقبوله. يعني الجدول الموجود يعني. طيب.